راديو ده محطة إذاعية مستقلة في جنوب السودان. أي راديو بيوفر لك الحصول على معلومات فيه توازن وصحيح، أخبار محايد ومعلومات وبرامج تعليمية، وكمان بيسعى إلى زيادة مشاركة للمواطنين بتاع جنوب السودان في الحياة المدنية في دولة بتاعهم. أي راديو بيوفر لك آخر المعلومات التنفيذية عن اتفاقية السلام لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان. أي راديو بيوفر المعلومات حول اتفاقية السلام، هنوفر لك الأخبار والآراء ومراجعات مختلفة. أصحابا أي راديو ده محطة إذاعية مستقلة في جنوب السودان. أي راديو بيوفر لك الحصول على معلومات فيه توازن وصحيح، أخبار محايد ومعلومات وبرامج تعليمية، وكمان بيسعى إلى زيادة مشاركة للمواطنين بتاع جنوب السودان المدنية في دولة بتاعهم. أي راديو بيوفر لك آخر المعلومات التنفيذية.